اوه نواف العرماني، نواف العرماني، نواف العرماني جاب العيد وحصل على 4000 خصم. نواف تتوقع يا صالح انه من اليوم بيشتغل؟ اتوقع بعد 4000 ذي طال عمرك بيطلع 8 الاسبوع الجاي. ها؟ بيطلع 8. بياخذ 8؟ شوف اذا كان الرجل هذا يفكر وقلبه من يسار وياكل باليمين الاسبوع الجاي بيدبل، لان ما يرضى بالخساره حصان. ما يرضى. عادي هذا برنامج ربح وخساره، اخسر اليوم حقك وما جاك، لكن روني فعلك الاسبوع الجاي. ودي بس اقطع كلامك بس لحظه، ودي انكم تجيبون نواف العرماني في الكافيش الروم. تعال يا حبيبي تعال أطلع. تعال اي تفضل يا صالح. طبعا نواف العرماني اخذ ما يستحق، وال4000 انا لو على كيفي خليته 5. 5 بس؟ 1000 5000 ليه؟ 1000 بس بزيد 1000 واحد قدرته. الرجال في عزله يا رجال، من دخل برنامج من يجي من ما عنده رصيد يا اخوي. 5 يا رجال بتهز ميزانيته، ترى تحسب 5 بسيطه على نواف، ترى ما عنده اكتف، ما يروح نواف، ما عنده فعاليات. رجال ممكن ما يكمل اسبوع، يمكن يا رجال حالها الخمسة هذه يمكن الظاهر. يمكن يبتل الاسبوع ذا، ما ادري اذا في سلف بعد في النقاط بعد. اذا في سلف بيسلفونه بعد؟ ها؟ اذا في سلف بيسلفونه نقاط. طيب شوف جاهز نواف؟ عطنا ارحب. هلا بك الله حيهم. يا هلا يا نواف. هلا بك الله حيهم. علومك لا زلت في عزلة يا حبيبي، ليش؟ لا من قال. ها؟ لا ماني منعزل. ها؟ لا والله موجود مع اخوياي واروح ابد. هو طبع فيك انت يعني ما تحب تسولف مع الناس اللي حولك، او ما تحب تندمج في اي موضوع. لاني اشوفك انت فعلا تجلس مع الشباب وكذا، لكن كانك شايل جبال فوق راسك ولا فوق عليك من الهموم. ما ادري ايش فيك انت. لا والله كان عليك صلف انت على امك. والله يا طول عمر السلامه ما فيني شيء، بس افكر وش اقدم الاسبوع الجاي. اوه تفكر كذا تفكر. إيه. طيب لو طلعت يوم السبت؟ لا ما ان شاء الله اني ما اطلع باذن الله، اني مكمله 90 يوم. ها؟ باذن الله اني ما اطلع باذن الله، اني مكمله 90 يوم. يعني نقول نواف العرماني يقول يتحدى من الان. لا ما هي ما يتحدي، نقول اعتبرها يعني فخر. لا تحدي انت تقول انت تقول بكمل 90 يوم ان شاء الله. طيب هذا معناته انك تعلن التحدي. فخر، افتخر بنفسي اني اكمل 90 يوم. شوف الفخر غير والتحدي غير. شوف الواحد انت ما تعرف التحدي وما تعرف الفخر. انا ما اتحدى من انا. ها؟ من اتحدى؟ اللي معه ذولا منهم. كيف متحدى؟ اللي معك متسابقين. لا ذولا انت طالع رحله ولا متسابق؟ انت ابريك تقول انت نواف تبي تطلع الاسبوع الجاي يمكن. لا انا ما راح اقول يمكن. انت تقول باقي بقدم، انت تقول باقي بقدم. قلت لك يمكنك تطلع بعد بكره. ما عنده شيء يقدمه يا رجال. قلت انا لا ابي افكر، انا اتحدى 90 يوم. قلنا لك تحدى، قلت لا انا افخر بنفسي. اي ما له دخل الفخر، كل واحد يفخر بنفسه. بغيت التحدي تحدي. ها ايوه انا ابغى كذا. تحدي بالتحدي ابشر فيه. اكيد يا نواف. اكيد باذن الله 90 يوم مكمله. ارب محمد منصور شغلت بال 4000. هلا اربك اشتغلت ان شاء الله بال 4000 باذن الله. باذن الله. ها باذن الله اني تبي تشوف شيء اللي بيعجبك. نشوف والله بعد الشهر هذا اني ما ادري وش بتسوي، لكن عاد ترى لنا اكثر من 33 يوم. انا عندي حاجه واحده، انا عندي يا طول عمر السلامه. إيه؟ الهو الانشاد وحفظ القصيد وريالتي على شوي شوي تدخم على عيال وامن عليهم بزياده، وتبي تشوف شيء يعجبك باذن الله. عندك ايش؟ ريالتي، ابى اقدم ريالتي وبلعب وبضحك وبسولف وبهوجس، حتى بدخلك احساس ومشاعر. يا سلام. بتنشد؟ اي والله بنشد. لانك تقول احساس ومشاعر. ابيك بيغني. اي ابغى بتغني. اي اي لا عاد تغني. لا عاد تغني. انا ليش؟ ولا اقول لك غني. اغني؟ ايه الحين؟ ايه
لا 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 يا ابو لا لا يا ابو ابشر فيها طلع ورقتك من جيبك لا تحرجها لا ابشر لا تحرجها لا تحرجها يا شيخ ما لها داعي ما لها داعي لا تنشد يا رجال الورقه ضاعت ورقه ضاعت ما هي بهي ما هي بهي لا لا ما ضاعت طفي المايك يا رجال اسمع قلها ابي صد ابي صد ابي صد ابي صد طفي المايك انا طالبك هذا آخر كلام بالعشق والغرام هذا آخر كلام بالعشق والغرام والله بعد عيونك على الدنيا سلام والله بعد عيونك على الدنيا سلام سلامتك نال الله ونا لي رجل لا حول ولا قوة إلا بالله على وش ترى هذه نال الله ونا لي رجل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة أنا تعاون الشيطان يا أبو علي أبو علي أعطاه مجال أبو علي عنده 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 ريالي خلص عنده ريالي إيه عنده ريالي الرجال خلص خلص الرجال متأكد والله إنه خلص خلص خلينا نرجع نرجع اسمع بريك بريك كم 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 يا رجال كم كم باقي عندك شيء ولا خلاص كل لا باقي باقي اصبر اصبر لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله يا 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 نواف نواف اول مره جبتك فيها قلت يمكن الرجل يعني في حاله ارتباك لكن أما الحين بعد 33 يوم لا أنا فيك فيك ثقة فيك ثقة لكن لا عاد لا تقول شيء ما أسمعك لا عاد تقول شيء ما أسمعك بس تصدق أهليك أنا وأنا الصوت رايح صوت ما أسمع يا بريك طيب أتكلم مع عصام نواف هلا والله صباح الخير صباح النور كيف الحال بشرك طيب الحمد لله راضي عن نفسك أكيد راضي إيه؟ تقول مواهبك ما شاء الله منشد وتحافظ القصيد وريالتي لا تستعجل على قرارك في مثل يقول لا تستعجل على قرارك انا ما قلت اسمع اسمع من اخوك اقول له يلا خلني اخلص كلامي كركب خلني اخلص كلامي بس من كلامي باقي 90 يوم قدام احنا 30 يوم اسمعني من اخوك خلني اخلص كلامي وبخليك تتكلم انا احاول يلا اسمع زين انت قلت انك منشد إيه؟ وشاعر وريالتي فيه مثل كلنا نعرفه من بغاها كلها ضيعها كلها هذا واحد الأمر الثاني ما أتوقع يا نواف ما أتوقع ما أتوقع ما أتوقع إنك توصل 90 أنا ما أتوقع لا لا شوف أنا أقول لك أنا أقول لك يا نواف المرة الأولى لما استضفناك يمكن قبل شوي ما طلع صوتي للجمهور والمشاهدين المرة الأولى أنا تعمدت وطلبتك وقلت سمعني صوتك يا نواف وقلت يمكن عندك حالة من الارتباك لكن المرة هذه بعد 33 يوم أعتقد ما عندك من الارتباك شيء فأنا أقول لك ريح الجانب هذا نعم. الموهبة هذه نعم. ريحها حطها في الشنطة لا تساجل ريحها 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 مرة لا تساجل أبريك ها؟ لا تساجل على قرارك لا 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 تستعجل ابراهيم انا ما استعجلت بعد 33 يوم ترى بعد 33 يوم انا ما استعجلت لا يلا اسمع انا اعطيت مجال لاخويا 30 يوم اعطيت مجال لاخويا اعطيتهم مجال ايه. اسمعوا يا متسابقين اسمعوا يا متسابقين ترى نواف اعطاكم مجال 33 يوم ايه يعني من واحد يقول كذا يقول كذا يقول كذا يا محمد يا نواف هلا بك اسمع اسمع من اخوك البيه ارحب العيال ذولا بشرهم بالسلامة تدري ليه؟ ليه؟ المتحدي طال عمرك لا يا لسان حال واسع يقول كذا اسمع يقول كذا يعني وين رايح يا اخوي؟ 33 يوم غلقنا يا ولد يا ولد اقول الخير الاصيل لما تلحق الا تالي يا بريك يا نواف كابو يا نواف اركد اركد يا نواف انا اخوك سم اشتغل على جانب الرياليتي اسمع ايه؟ اسمع اسمع ايه؟ من محب ركز على الجانب الايجابي اللي يظهرك بصوره جميله الانشاد خلى لها له والله ما دا اسمع اسمع لحظه يا نواف 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 اول شيء نزل السبحه وانت تكلم اي نزل نزل السبحه نزل السبحه تفضل يا صاحبي اسمعون اخوك الانشاد اترك لها ها
هذه نصيحة محب، ركز على الرياليتي، شفت؟ والتحدي اللي لأخوياك لا تقوله بلسانك، لا تقوله بلسانك، رونيها فعلك. ويا أخوياه الرجال يتحداكم. لا دقيقة دقيقة خلني أخلص كلامي. أنت أصلا وهم دخلتوا البرنامج تو يقول قبل شيء تقول تحدي تحدي على طول يقول التحدي تحدي ما كذا يا نواف. أسلم يلا أسلم أسلم. أنت قلت أعلن تحدي فالآن يا شباب ترى نواف يتحداكم من شدكم شعركم الرياليتي حقكم كلكم طال عمركم عنده هنية والرجال تحدي. أما يظهر بذراعه ما أدري 90 يوم يا رب يا أصل 90 عشان أقول في خاطري كنت مخطي كنت مخطي واجي أتعذر منه. يا عيال شدوا حيلكم أما يفوز ولا وعدنا خشبة المسرح يا نواف. أترك عنك الإنشاءات شوف الرياليتي والله دخلت سمعتني وطلع من عزلتك. أول شيء لن تبدع خلني خلص كلامي لن تبدع إلا إذا طلعت من عزلتك. أنت الحين ما زلت متقوقع لوحدك أخونا. ايوه يا ولد اخ محمد ونعم يا اخ محمد اظهر 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 ما عندك ترى اسمع يا نواف عندي احساس خلاص يا نواف تتحد... طبعا كلنا سمعنا احنا والمشاهدين صوت فارس ما شاء الله لا قوه الا بالله قبل شويه. هل انت تعلن التحدي لفارس؟ لا رحم الله عمران أربقة. دومك تقول دومك تقول ما تحدى. اسمع شوف الواحد له جمهورية وله طيب اسمع تحدى تحدى محمد بن بندر يا حول الله يا بريت ها اللي تباها يا بريت. أنت تحدى محمد بن بندر سؤال تحدى أنت لا تعطري موت من حرج مع أخوياي. أنت اللي تباها وش هذول من شدين. أنا أسألك سؤال أنا أسألك سؤال أنت اللي تباها وش انت الحين تقول انا اعلن انا التحدي. خلي اللي عندي انا اللي عندي خله انا أبا. انت اللي تبيها وش طيب اسمع اسمع في واحد عليه ظروف بس انه منشد تتحداه اللي هو ايه سعد بن فيصل ما جل الا من بعده وكل اخويا يعني ما عندك تحدي يا رجال تحدي تحدي ما عاد في تحدي انت باب الكلام دقيقه انت باب الكلام ابشر فيه بالكلام ابري انت باب الكلام ابشر بالكلام نبي نسولف نبي نطقطق نبي نمزح ابشر. طيب خلاص تدري من تحدى انت؟ ايه؟ انا ارشح لك واحد تحدى وانا اكون في صفك واعرف انك ان شاء الله بتفوز عليه. الا هو؟ تدري من هو؟ ايه؟ سلطان بن دويحس. ضحك سلطان شاعر يا لا ابو علي سلطان شاعر ضحك ضحك على ابو علي لا لا دقيقه سمعت صوتك يا نواف اشوف يضحك يا نواف ضحك يا جماعه الخير عشان تعرفون اني صادق بدايه كلامي عن ابن دويعز اقول له لعاد تقول كلمه شوفوا ضحكه نواف على سلطان لا سلطان ضحك عليه والله يا عزه واغليه من بدك وياي كلهم ونعم كل اخوياي. طيب من افضل من افضل انت ولا سلطان؟ كلهم انا انت من افضل انت ولا سلطان؟ اللي تبي وين؟ اللي تبي حلوة ذي أنا ما أقدر أقيم نفسي. أنت أفضل ولا سلطان؟ ها أنت أفضل ولا سلطان؟ سلطان أفضل. سلطان أفضل. إيه؟ أجل زي ما قلت لك. إيه؟ زي ما قلت لك. إيه؟ الله يكون في عونك لعاد تنشب. اسمعني طيب أنت اسمعني أنا أقول لك إيش رأيك إنك تسحب كلامك تستعجل على قرارك؟ أسحب كلامي؟ إيه تقول لا لعاد تنشب بعد اللي جالس أشوفه أنا الحين. لا الحين. واسمع إسلام. يمكن أنا مجهز شيء الحين ما تدري أنت. يا مش مجهز يا عاد ما تدري طيب اسمع اسمع جاهز طيب 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 خلاص عشان 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 جمهورك اللي برا وذويك يعني ما يقولون بريك يا جماعة الخير اترك الورقة اللي في جيبك وعطني شيء ارتجالي من عندك لا تسوي شيء بالورقة يلا يلا ارتجالي ايه قصيدة يعني غير الانشاد غير الانشاد لا نزل السبحة نزل السبحة يا ولد كلام الشباب ايوه يقول يا صاحبي يلا يصبحك بالخير لا 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 ابي صوت ابي صوت انت منشد انت مقدم على البرنامج على انك منشد يا جماعه الخير لازم نميز ترى في نواف داخل البرنامج على انه منشد سلام وبثبت وجودي بشي ذا يا سلام يلا 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 اسلام اسلام يا ولد اسلم يا ولد يلا الراس يطبخ يلا اصبر ايش ابي اغني لك اختر ها تبي وش يا انا طالب نواف لحظه صار نواف 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 يلا يلا عشق 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 الزيارة يلا عشق يلا امشي يلا يلا يا ولد ما اعفيه انا اطالبك يا ابو علي اطلبك
أنا طالبك انت عفي طالبة يا رجال قم قم اسمع 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 نواف 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 دقيقة واحدة بطلب منك حاجة طلب واحد اللي هو أبيك تجهز شيء واحد تدري وش هو وش الشنطة شنطة جاهزة الحين بس اسمعني اسمعني ولا أقولك خلاص فعلك فعلك ما أبغى أتكلم أنا ما أبي أتكلم أنا عندي فعل عندك الكلام افعل هاي فعل الميدان أبشر والله شكل آخر كلام يا رجال افقع رأسي